تعالوا نطلع على مجزر البساتين واستعدادات مجزر البساتين قبل عيد الأضحى. فبرنامج التاسعة الرائع الجميل المهيب خد بعضه بالكاميرا بتاعته وقال ناخد بعضنا ونطلع على واحد من أهم وأشهر مجازر مصر ألا وهو مجزر البساتين، ونشوف الاستعدادات هناك ماشية إزاي، ونشوف الدنيا عاملة إزاي، وعندهم قدرة على استيعاب أعداد قد إيه من الذبائح كل سنة وانتوا طيبين. بصوا يا جماعة بنصيحة كده وأرجوكوا، يعني اعتبروها رجاء ولا نصيحة ولا حاجة، مش أنا اللي أنصح، رجاء. أي حد عنده قدرة يذبح ما يقدمش رجل ويأخر رجل، وبعد ما تذبح 100 فل و14 خد من الضحية بتاعتك على قدك بس، وطلع أكبر قدر ممكن لأهل الله. شوفوا التقرير وتوكلوا على الله. ايام وليله خلاص، وان شاء الله هنستقبل العشر الاوائل من ذو الحجه، بس طبعا في الفتره اللي احنا فيها دي بيتم الاستعدادات، بيتم طبعا عمليه التاكيد على البنيه التحتيه للمجزر من ميه ومن صرف صحي ومن كهرباء، بيتم تزويد العنابر بالاضاءه عشان العمل هنا بيستمر الى يعني ما بعد الفجر. طبعا الضوء النهاري لسه ما طلعش، فبنوفر الاضاءه الكافيه اللي هي الاضاءه البيضاء، فبيتم تزويد كل العنابر وكل الخطوط وكل الصالات بالاضاءه الكافيه، بيتم عمليه مراجعه شبكه الصرف الصحي وتطهيرها، بيتم برضه عمليه التاكد والتواصل مع شركه المياه عشان خاطر عمليه ضخ المياه باستمرار. لازم يكون الحيوان بيتحرك عنده حيويه وبيتحرك بنشاط وحيويه، بيفحص العين، بيكون للعين بيكون السكليرا بتاع العين ناصعه البياض وما فيش فيها اي فرازات زياده، الانف برضه بيفحصه وما فيش اي فرازات زياده، كمان الفم ما فيش فيه بصور او قرح او نزيف وما فيش فيه اي افرازات زياده والحاجات دي كلها، ما فيش اي اورام او خراريج ما بين التلفكين، كمان بيفحص العمود الفقري وسلسله الظهر والقوائم الاماميه والخلفيه، لازم يكون سمينه وممتلئ به اللحم ومش معضمه والضلوع مش باينه، كمان زي ما احنا بنقول ما يكونش فيها اي حشرات خارجيه على الصوف من بره، ما يجي نشد الصوف بيكون ابيض وناصع البياض وما بيكونش متقصف معانا. اللي خلانا اخذ المجزر الالي طبعا هنا يعني الخدمه البيطريه كامله، بتكشف مثلا على الحاجه، طبعا لو في حاجه مثلا فيها مرض او داخل لها نسبه مرض ما بتطلعش من هنا، لكن فهو ده بالنسبه يعني ده احسن، او مثلا يعني ده القانون ان المفروض انت تذبح هنا، يعني المفروض ما تذبحش بره المجزر. السادة تجار الأعلاف، السادة مربي المواشي، السادة القصابين أي الجزارين، نظرة خلي ربنا يبارك لكم، نظرة خف، تاجر العلف خف وقلل من هامش الربح بتاعك حبة، تجار المواشي قلل من هامش الربح بتاعك حبة، الجزار قلل من هامش الربح بتاعك حبة، نظرة. مش عايز اقول لكم اتقوا الله، تتتات على الناس واحدة واحدة. مرة كمان وتالتة ورابعة وخمسة وعشرة، يا جدعان ما تقدمش رجل وتأخر رجل، تقدر بإذن الله تذبح اذبح اللي تقدر عليه، ما تقدمش رجل وتأخر رجل، ما تقلقش، ما تخافش، ما تقولش أصل الدنيا غليت، صح الدنيا غليت وكل حاجة، إذا كنت قادر بص مشيها واذبح ووزع على خلق الله على قد ما تقدر، على قد ما ربنا يقدرك. سيبك بقى من قصة التلت والتلت والتلت، بالمناسبة هي متروكة ليك، أنت لو عاوز تطلع الذبيحة كلها لوجه الله ده ثوابك كبر أكتر وأكتر. خد حتة صغنططة، والله بكلمك بأمانة، حته صغنططه وخرج على قد ما تقدر، خلي الناس تاكل وتتبسط
وتدعي لك، وهتدعي لك بالغيب، سيبها على الله.